بعد قصة الحب العظيمة والذكريات المجنونة اللي عشتها أنا ودومينيك، كان هدفنا أننا لما نتجوز ما نعملش فرح عادي. كنا متفقين أن لازم الفرح ده يكون شبهنا، بعيد عن كل المظاهر والشكليات والأفورة اللي بنشوفها في أفراح اليومين دول، ويكون بسيط مليان بذكريات ما ننساهاش، ويكون كمان على قد جبنا. بس اللي أنتوا ما تعرفوش أن فرحنا ما كانش يوم أسوان بس، كان أسبوع كامل وابتدى من قبلها بكتير. بعد ما طلع عينينا طول الشهور اللي فاتت عشان نكتب الكتاب، من تحضير اوراق وجري على السفارات والمصالح الحكوميه، كان جه الوقت اننا نحضر نفسنا لوصول عيله دومينيك واصحابها لمصر. دي دعوه الفرح بتاعتنا، شايفين حلوه ازاي؟ دومينيك اللي مصممها، عامله كل الديتيلز بتاعتها كده، وحاجه كده عظيمه صراحه، حاجه اجمل ما يكون. الدعوة دي اتبعتت لكل الناس اللي جاية فرحنا من طرفنا احنا. بحبها جدا الديزاين بتاعها، يعني عبارة كده عني انا ودومينيك شايلين شنطة سفر في الادغال، حاجة كده خرافية، تصميم خرافي. بفكر في يوم من الايام البسه زي تيشيرت كده، تصميمه يبقى تيشيرت ليا انا ودومينيك، شكلها ظريف. ها الدعوة ديت مش مجرد دعوة، يعني مش مجرد المكتوب فيها احنا بننفايت يو الفرح بتاعنا، لا، ده مكتوب فيها برنامج كامل خاصة للناس اللي هي جاية من بره مصر. يعني مثلا مكتوب في الدعوة ديت ان اهل دومينيك واصحابها هيوصلوا يوم الحد وهيمشوا الاسبوع اللي بعده يوم الحد برضو، فمكتوب كل يوم هيعملوا ايه وايه الحاجات اللي هيعيشوها معانا في الفتره ديت. يعني مش بالتفصيل قوي بس عشان ياخدوا اوفر فيو، يعني على سبيل المثال مثلا هم يوصلوا يوم الحد هنطلع بيهم على على على, على منطقه الاهرامات، هنبات هناك عشان هم يوصلوا بالليل، هنبات هناك الليله، وبعد كده الصبح هناخد الفطار قدام الاهرامات، وبعد كده هنخش جوه ومش عارف ايه، ونقضي اليوم في القاهره، وبعد كده نيجي على المحله. فكل تفصيله بقى من تفاصيل الحياه بتاعه الفرح واسبوع الفرح كله موجوده هنا. اليوم الاول من وصول عيله دومينيك لمصر كان البدايه الحقيقيه لفرحنا، وبعد ما قضينا يوم جميل في القاهره تعرفت فيه عيله دومينيك على جو مصر واهلها، طلعنا على مدينتي الصغيره اللي موجوده في وسط الدتله. برغم ان عيلتي كانوا فرحانين ومتحمسين جدا ان عيله دومينيك جايه عندنا هنا، بس كانوا متوترين وقلقانين شويه، لانهم ما شافوش كم الاجانب دول قبل كده، وكم الاجانب دول كمان كان نوع من المسؤوليه عليهم. بس مع شويه وقت خدوا على الموضوع وبداوا يتاقلموا واندمجوا مع بعض. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني توكلت على الله وزوجتك ووكلتي الانسه دومينيك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمعظم الناس اللي ما كانش عندها المقدره ان هي تيجي لاسوان لبعد المسافه، عشان كده كان جو يوم الحنه مختلف تماما. يعني عيلتي ابويا وامي صمموا ان هم يعملوا وليمه في الشارع لكل المعازيم اللي جايين من مناطق مختلفه من مصر، وكنا جايبين لايف ميوزك عشان تدي روح كده اكتر المكان. يعني كان في مزمار بلدي وكان في مكرونه بدويه عشان انا اخوالي من بدو البحيره، كانت حاجه مختلفه ومجنونه وكانت عاملة جو مختلف كده وعجبت الناس كلها.
برغم التعب والمجهود اللي حصل يوم الحنة، إلا أن عائلة دومينيك ما كانش ينفع تسيب المحلة من غير ما تزور أريافها وأنهم يتعرفوا على جانب مختلف من مصر. فقررنا أن احنا نزور عائلتي في واحدة من قرى المحلة الجميلة. وبعد الرحلة الصغيرة دي كنا مستعدين اننا ننطلق على أسوان. سوبر يا عروسة. I woke up in the middle of the night. And I wondered how you always right. Me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. اخترنا ان فرحنا يكون في اسوان لما كانت اسوان اول محطة لينا في مصر بعد رحلة افريقيا الطويلة، وبعد ما شفنا جمال ووساطة المكان هنا في عيسى كامب. كامب صديق للبيئة على ضفاف النيل وفي جزيرة نوبية، هنحلم بيه اكتر من كده. وهاشم كمان شجعنا لما قال لنا انه هيساعدنا اننا نعمل فرح احلامنا وبسعر التكلفة كمان. مولد وكل تفصيلة حصلت في اليوم ده فاكرها وبالملي. دومينيك، يو اكسبت محمد از يور هازباند؟ سو ماتش. اليوم ده كنا بنحاول ان احنا نعمله زي مغامرة صغيرة كده في بداية حياتنا مع كل الناس اللي كانت حاضرة معانا، عائلتنا وصحابنا. وبدأنا الفرح بسيرموني صغيرة كده في معبد فيلة، احلى معبد في مصر، المعبد اللي موجود على جزيرة في وسط خزان اسوان، واللي يعتبر معبد الحب عشان الحيطان بتاعته بتحكي قصة إيزيس وأوزوريس اللي تعتبر أول قصة حب في التاريخ. وبعدها طلعنا في رحلة نيلية عشان نتفرج على جمال أسوان وجمال النيل ونكتشف كده النوبة بكل حاجة فيها ونتعرف كمان على تاريخها. اليوم ده كده كان حلو بكل حاجة فيه، كان سهل وبسيط وكل الناس مندمجة مع بعض بشكل غير طبيعي، كان مليان بالحياة وبالجنون لدرجة ان احنا واحنا ماشيين في واحدة من القرى النوبية قابلنا مهرجان ملوش دعوة بينا خالص، كلنا مرة واحدة كده دخلنا جوه المهرجان وقعدنا نرقص بكل هبل وجنان. يعني احساس ما يتوصفش صراحة. وبعد ما رجعنا الكامب ولقينا الزفة النوبي في انتظارنا، واللي كانت من احلى الحاجات اللي حصلت في اليوم ده، بدأت والدة دومينيك بعض الطقوس اللي هتخلد الذكرى دي مدى الحياة. يعني دي ورقة مرسوم عليها شجرة مضى وبصم عليها كل فرد حضر الفرح حتى الأطفال، ودي أزايز رمل من شواطئ ألمانيا وصحرة مصر مزجناهم مع بعض عشان مستحيل حاجة تفرقنا زي ما مستحيل حاجة تفرق حبوب الرمل دي عن بعضها. وبعدها عرضت والدة دومينيك فيديو عملته هي وباقي عيلتها اللي مقدروش يجوا الفرح عن حياتها من بدايتها، وهما بيتمنوا لها في المستقبل حياة سعيدة مليانة بالحب. وفي آخر اليوم مكناش مصدقين إن أحلى يوم في حياتنا انتهى، بس كنا مؤمنين انه هيفضل دايما عايش جوانا. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want anything left untried.